كلمة الفيلم في اللغة الإنجليزية كمصطلح معناه القيام بالتصوير، وكلمة السينما هي كلمة فرنسية مأخوذة من الكلمة اليونانية كينين ومعناها تحرك. فلما نقول شريط سينمائي أو فيلم سينمائي فكأننا بنقول الصور المتحركة. طيب الفيلم كنص، بنعامل الفيلم كنص أو بنعامل الأفلام كنصوص يمكن تحليلها أو تفسيرها. وكلمة تكست مأخوذة من الكلمة اللاتينية تكستيوم ومعناها الشيء الذي نسج، فالنص ينسج المادة معا على نحو مرتب ومترابط، والفيلم هو نص لكنه نص من نوع خاص، نص مسموع ومرئي. والفيلم هو فن تعاوني بمعنى انه بيتطلب مواهب عديدة وكبيرة من المتخصصين، بيجمعهم وبيستغل خبراتهم لتحقيق اللي في خياله هو شخص واحد فقط، والشخص ده هو المخرج، لتحقيق الصورة التي يراها هو في خياله. وزي ما اتفقنا ان كل حاجة لغة، فالسينما كمان لها لغة، وهي عبارة عن عناصر بتكمل بعض عشان توصلي في النهاية لعمل متماسك، والعناصر دي كلها بتخضع لمبادئ ثابتة وهي لغة السينما. فحتى لو هحكي قصة واقعية بتتابع عادي لازم تخضع للغة السينما. طيب نتعرف الأول على لغة السينما كمصطلح وبعدين نفصل بقى عناصر الفيلم واحدة واحدة. في السينما يا صديقي في حدث رئيسي بيبدأ عندي خيط درامي رئيسي بتساعده أحداث فرعية بتحملها خيوط درامية مساعدة بتوصلني في النهاية لحدد العقدة اللي بيحملها البطل الرئيسي. ومعنى الكلام ده إيه؟ إنه لازم يكون عندك هدف للفيلم وإنت بتشتغل طول الفيلم عشان تحقق الهدف ده. فلو كان مثلا عندي بطل زي نجيب محمد في فيلم حياة الناس، الحدث الرئيسي في الفيلم هو الاختطاف، وخلي بالك لازم الحدث الرئيسي يكون مرتبط ببطل الفيلم. فالحدث الرئيسي في فيلم حياة الماعز هو ان الكفيل بيخطف نجيب، وبيحاول نجيب طول الفيلم هروب ورجوع للحياة المسلمة لان دي طبيعته ان هو شخص مسالم، فده هو الهدف. هدف مين؟ هدف الشخصية نجيب. انا بحاول اساعده طول الفيلم عشان يحقق هدفه. المخرج عمل ايه؟ عمل خيوط مساعدة زي صديق نجيب اللي كان معاه من اول الرحلة اللي كان اسمه حكيم، بس المخرج استخدمه كخيط مساعد، وزي ابراهيم الافريقي اللي ساعد نجيب في رحله هروبه، والفيلم اتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديو هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. اللي يهمنا دلوقتي ان انا ناخد الفيلم كمثال فقط. بشوف هنا عندك حدث رئيسي واضح وقوي اللي هو الخطف، عندك هدف واضح وقوي هو الهروب والتخلص من المعاناه، عندك خيوط دراميه مساعده زي ابراهيم وحكيم، وحتى الكفيل برضه خيط مساعد، عندك خيط الكفيل بيقوي الحدث الرئيسي وبيدعمه، وابراهيم بيدعم الحل. طب ليه المخرج رجعنا فلاش باك لحياه نجيب قبل ما يسافر مع اهله ومراته؟ ده سؤال مهم جدا، والحته دي بالذات عبقريه من المخرج. اكيد لما يكون شخص مخطوف كده عادي، مش زي لما يكون شخص مخطوف وراهن بيته عشان يشتري التاشيره، وعلاقته قويه مع امه ومراته، وهو كمان منتظر طفل جاي في الطريق. ده بيزود معاناه البطل وبالتالي تاثير تعاطف المشاهدين معاه هيزيد. سميها في السينما تعزيز الحدث، وهو هنا بيعزز التعاطف مع نجيب، عشان كده هو نجيب ما اخدش معاه كميه ميه كبيره ولا اخد وسيله انتقال زي جمل مثلا. المخرج ما خلاهوش عمل كده عشان هو عايز يزود معاناته، ورحله الهروب هي جزء من ذروه الحدث اللي بعدها هيجي الحل. فما ينفعش الذروه تكون نفسها هي الحل، ما ينفعش تبقى سهله كده، لازم ما يفقدش تعاطف المشاهد لاخر لحظه في الذروه لغايه ما يجي الحل. والحل اللي هنا، وهي دي لغة السينما، الفرق بين الواقع والسينما. فتخيل كده نجيب كان أخد جمل مثلا وركبه وهرب بيه وأخد معاه كمية مية كبيرة جدا، ودبح مثلا خروف وشواه، وقعد بقى ياكل هو وحكيم وإبراهيم. أنت كمشاهد هتكمل الفيلم؟ هتتعاطف أصلا مع الشخصية؟ هتتعاطف معاه إزاي؟ ما هو خلاص ما بقاش عنده مشكلة، ما بقاش فيه معاناة. وهو ده الفرق بين الفيلم القوي والفيلم الضعيف، اللي ما بيفهمش هدفه كويس وما بيشتغلش عليه. الصورة يا صديقي هي السينما من الآخر بقى، وفي مبدأ صناع الأفلام يعرفوه كويس وهو وريني ما تقوليش، يعني اللي تعرف توصله بالصورة ما تقولهوش بالكلام، وهو ده سر التأثير على المشاهد. انت بتأثر على المشاهد بالعاطفة، صوت زائد صورة، وعايز بقى تأثر المشاهد وتخليه يفضل قدام الفيلم للنهاية وما يملش منه، تحافظ على امتلاك مشاعره وفضوله. بيسموها برضو أسئلة وإجابات، اللي هي برضو السببية أو الحبكة، إن ألف بيحدث فبيسبب حدث باء فتكون النتيجة تاء. ففي مثال مشهور جدا تقريبا كل الناس بتقوله، وهو لو قلنا مات الملك ثم ماتت الملكة، ده حدث عادي مفيهوش تأثير، لكن لو قلنا ماتت الملك ثم ماتت الملكة حزنا عليه،
هنا بقى يظهر عندي أهمية موت الملك، لأنه أصبح له تأثير في القصة، لأنه تسبب في حزن الملكة الكبير جدا ده اللي وصلها للموت بعده. وهي دي ببساطة الحبكة اللي بتتكون من مشاهد، والمشهد يا صديقي كجزء مهم في حبكة الفيلم، المشهد يا صديقي هو وحدة مستقلة، قصة لوحده، وهو جزء من قصة كاملة للفيلم. المشهد بيكتسب أهميته من حدثه، فمهم يكون كل مشهد بيدعم الحدث أو بيزقه أو بيعززه، زي ما قلنا المثال عن فيلم حياة الماعز. وده بياخدنا للعلاقات الزمنية المكانية، وفيها بيحدث تشابك الأحداث واختلاف المصالح، وهو ده اللي بنسميه بلغة السينما الصراع. والصراع ببساطة جدا هو إن البطل بيحاول يوصل لحل مشكلة وتحصل معوقات في طريقه.